ضحك ابتهالي تكرم من طرف والدها السيد ضحك. وضحاكي قرينا هذا استاذ ضحاك هو استاذ مادة الكهرباء متقاعد. شكرا. سلمي على باباك. هيا حل شهد. واه واه لا مازال. انت يا كرمك باك. هيا واحد فيكم يقول كلمة. السلام عليكم وبسم الله الرحمن الرحيم. أشكر والدي وأبي على وجه الخصوص لأنه مختص في هذه المادة وساهم في نجاحي. وأشكر الطاقم التربوي والمدير وكل من ساهم في هذا النجاح. أهنئ التلاميذ وأتمنى فرصة أوفر لدراسيهم. شكرا.